رئيس الحكومة المؤقتة يعتزم عرض تشكيلة الحكومية الجديدة على المجلس التأسيسي. اعتصام السجناء السياسيين بالقصبة يدخل يومه التاسع. وفي أخبارنا العالمية، الحكم بالإعدام على 21 متهما في مأساة بورسعيد وسط سقوط عدد من القتلى. مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار على قناة حنبعل، أهلا بكم. ونبدأها بالشأن الوطني، حيث صرح رئيس الحكومة حماد جبال اليوم عن عدم التوصل إلى الحسم في مسألة التحوير الوزاري، مقرا بوجود صعوبات اعترضت المفاوضات. كما أعلن اعتزامه تقديم مقترحه بتشكيلة جديدة للحكومة إلى المجلس التأسيسي في الأيام القادمة للمصادقة عليها. الزميلة شيراز النيلي واكبت هذه الندوة الصحفية وأعدت التقرير التالي. التصوير لعلي بن سعيد. أعلن رئيس الحكومة حماد الجبالي اليوم أن المفاوضات حول التحوير الوزاري اعترضتها صعوبات، مما تعذر الوصول إلى حسم هذه المسألة، وألقى على عاتقه بتقديم تشكيلة الحكومة في الأيام القليلة القادمة إلى المجلس التأسيسي كي يحسم الأمر. كنت متفقين بكلنا في الأرضية في القاعدة السياسية، ولكن اعترضتنا صعوبات في المفاوضات، في المشاركة. ما نقولش أنا بيع وشراء في الحصص، لا طبيعي أنا اعترضت. إذا مازلنا ما تعودناش لازم نتعود، تو لازم نتعود. هذا يطلب بتحييد وزارة والآخر يرى أنه مش ضروري، هذا يطلب أن نكون موسعة أكثر، وهذا يشترط وهذا يقبل وهذا يرفض. اعتبرت من واجبي كرئيس حكومة أنه أتقدم في الأيام القادمة بتشكيل إلى المجلس التأسيسي لينظر فيها، ينظر فيها ويزكيها. كما أكد رئيس الحكومة على أن المصلحة الوطنية تقتضي الإسراع في الانتخابات لدفع الاستثمار والرفع من مؤشر التنمية. من المصلحة الوطنية أن نقصر من هذه الفترة الانتقالية، أن نعمل انتخابات في الصيف وهذا ممكن، أن نصل إلى تأليف حكومة بعد الانتخابات ونسلموا لها مقاليد السلطة، والأفضل أن يكون في بداية سبتمبر وهذا ممكن. وإن أصبح الإعلان عن هذا التحوير الوزاري حدثا سياسيا أهم من التحوير ذاته، يبقى على جميع القوى السياسية أن تطوي هذه الصفحة وتنكب على بعضها في النظر للتوافق الوطني حول خارطة الطريق والمحطات القادمة. دخل السجناء السياسيون السابقون في اعتصام متواصل بمقر ساحة القصبة، وذلك على خلفية عدم تفعيل العفو العام الصادر في فيفري 11 و2000. وقد طالب المعتصمون الرئاسة الثلاث وعلى وجه الخصوص رئاسة الحكومة تحمل مسؤولياتها في تفعيل المرسوم ورد الاعتبار. درصاف الجبالي، مراد الترابيسي. تشهد ساحة القصبة منذ أيام اعتصاما متواصلا تحت عنوان اعتصام الصمود، وذلك مطالبة برد الاعتبار للسجناء السياسيين والتفعيل الحيني لمرسوم العفو العام الصادر في فيفري 11 و2000. وقد أكد الناطق الرسمي باسم هذا الاعتصام أن الحملة موجهة بالخصوص إلى رئاسة الحكومة، وهي تندرج ضمن تجليات الثورة التونسية. الاعتصام هذه بعيد عن أي تجاذب سياسي أو حزبي أو فئوي أو جهوي، ويعبر عن صوت الضحية كما هو. مطلبنا الوحيد والأوحد هو تفعيل العفو العام. أنا تونسي، ومن حقك تونسي الموجود تحت الشمس، تحت هذه السماء وفوق هذه الأرض. كما عبر المعتصمون عن استيائهم من تهميش السلطات المعنية، مطالبين بإبعاد ملفهم عن التجاذبات والتوظيف السياسي. تعرضنا للتعذيب في 1992، تعرضنا للتعذيب في فرقة الشيخ مشوشة، اللي أثر علي على أعصابي، أثر من بعد على أعصابي وعلى نشر الأعصاب، أثر على النطق. وانا على حتى فمي معنا سنين معنا تنحن. ابني ولد بعاهة في قلبه، كان له شريان في قلبه، احد شريان القلب كان يعاني من انسداد خلقي. السلطات الامنية رفضت ان تعطي لهذا جواز سفر، لانه ابني انا، لان ابوه، لان والده مناضل سياسي، سجين سياسي، وعاش هذا الفتى شهر من الزمان ثم فارق هذه الحياة.
مرة أخرى تتجدد الاعتداءات على مقامات الأولياء الصالحين، حيث تعرض مقام الولي الصالح سيدي أحمد الرفلي بمدينة أكودة من ولاية سوسة، تعرض إلى التخريب والحرق من طرف مجهولين في ساعة متأخرة من الليل. مراسلنا تيجاني بوديدة تابع أطوار هذه الحادثة ووفانا بهذا التقرير. التصوير لعادل النقاتي. تعرض مقام الولي الصالح سيد أحمد الورفلي في مدينة أكودة من ولاية سوسة إلى التخريب والحرق من طرف مجهولين في ساعة متأخرة من الليل، حيث قاموا بخلع الأبواب وحرق المقر بالكامل. النيران أتت على التابوت الخشبي وعلى جميع محتويات المقام من زرابي ومصاحف وكتب فقه ورايات ولوحات. عدد من المواطنين القاطنين بجوار المقام قاموا بإبلاغ السلطة الأمنية، فيما تولت الحماية المدنية إطفاء الحريق ومنع انتشاره في البنايات المجاورة. احنا اولاد الحفيظة ثلاث شهور وما عملوا رمارك، متنكرين لابسين خمارات وكل شيء، يا اخي فاقت الحفيظة وطفينا ودهننا وجبنا سوسنسين نظفناهم والامور واضحة. المرة ذي فاق قهوة يجي في الحومة الصباح خاطر يسهروا في القهوة وكل شيء، هيك نادى أصحابه الكل حبوا يطفيوا يطفيوا كلموا الحماية ورجلوا كل شيء هربوا من الحي ثلاثة. وقد عبر عدد من متساكني مدينة أكودة ومن المدن المجاورة عن استيائهم العميق من هذه الحادثة ومن تصاعد موجة الاعتداءات على مقامات الأولياء الصالحين. احنا كي نشوفوا مصاحف اتحرقت ونشوفوا مصاحف معناها كواتروات نتاع سورة ياسين وسورة وآية الكرسي محروقة، احنا قلوبنا إهانة استفزاز. سي لا ميموار دان بيبل، الكوادر الكلية نقطة اللقاء نتاعهم الناس كل تتخدم، نقطة اللقاء نهار لحد ولا نهار الفيشطة ولا حاجة يتقابلوا هنا يطيبوا فطورهم مع بعض. شيء غريب ما كنتش نتصور، معناتها شيء معناها يحزن كي الراس يدور في اللي معناتها بطريقة زي محروق، ربي يهدي. أكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر التأسيسي لمنظمة النساء الوطنيات الديمقراطيات على أهمية هذه المنظمة في تفعيل المسار النضالي النسائي والقطع مع العقلية الذكورية. نزار الزغدودي، راشد بن صبر. تحت شعار لنتحد من أجل مواطنة كاملة ومساواة تامة، تم افتتاح المؤتمر التأسيسي لمنظمة النساء الوطنيات الديمقراطيات مؤتمر أكد خلاله الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بالعيد على أهمية هذه المنظمة النسائية في المسار النضالي قصد فرض دسترة حقوق النساء التامة والفعلية والتصدي للعقلية الذكورية. اليوم النساء جديرات بالنسبة لنحنا بمنظمة تبلور النسوية الثورية الفيمينيزم ريفولوشنار، اللي بقدر ما ينخرط في نضال الطبقة العاملة والشعب والوطن بقدر أيضا ما يدافعوا على مساواة النساء ودورهم ومكانتهم في المجتمع وفي القرار في الثروة في المسؤولية في الحياة العامة في الدولة في كل المواقع. من جانبها أشارت رئيسة المؤتمر رمبار كاتيج إلى ضرورة ربط صلات وثيقة بالمنظمات والجمعيات النسوية الثورية والتقدمية لبناء حركة نسوية تقدمية داخل القطر في الوطن العربي وفي العالم. احنا كمنظمة سنعمل سنكون رافض من روافد الحزب، ولكن ما نشف نعمل حدنا على خاطر هالعنف المسلط على المرأة وهالتهديد هذا التراجع على المكاسب متاحة ما نجموش احنا وحدنا نقاومه ولا حزب واحد يقاومه. سنعمل معناها مع المنظمات النسائية والهيئات والمجتمع المدني والأحزاب المنحازة لقضايا المرأة. هذا وتتواصل فعاليات المؤتمر وأعمال اللجان المنبثقة عنه كامل يوم الغد بالحمامات لتركيز قواعد وأهداف هذه المنظمة. وفي موضوع آخر، ونتيجة لتدهور الوضعية المادية والأدبية للمهندسين وتدني مستوى الأجور والمنح المتدهورة بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات الوطنية، نظمت عمادة المهندسين اليوم ندوة صحفية لمعالجة هذه الأوضاع وتفعيل قانون العفو التشريعي العام على مهنة المهندسين. الزميلة نسر حجري أعدت هذا التقرير. التصوير لملاك بن عبيد.
نتيجة لتدهور الوضعية المادية والأدبية للمهندسين وتدني مستوى الأجور والمنح المتدهورة بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات الوطنية، نظمت عمادة المهندسين اليوم بالعاصمة ندوة صحفية لمعالجة هذه الأوضاع وتفعيل قانون العفو التشريعي العام على مهنة المهندسين. عملنا الندوة هذه لأن فيها تأزم فيما يخص الحياة المهنية للمهندسين من حيث الأجور والمنح ومن حيث البطالة والتأطير وهجرة الأدمغة وتفعيل العفو التشريعي العام اللي هو في الحقيقة هو رفع مظلمة لكن خلق مظالم أخرى. هو رفع مظلمة عن الناس اللي أقصوا لأسباب سياسية. في هذا الإطار أكد عميد المهندسين التونسيين على ضرورة الارتقاء بهذه المهنة مقارنة بالمستوى العلمي عموما وبالنسبة لأجور القضاة والأساتذة الجامعيين، والتقليص من نسبة البطالة التي وصلت إلى حد 25% في سلك المهندسين، إضافة إلى مستوى المخيف لهجرة الطاقات الهندسية. يلزم نعاودوا ندرسوا المسألة مع صورت كيفاش الناس هذوما نعطيهم حقوقهم بدون أن نمس بحقوق الآخرين وهذا من شأنه ينفع البلاد بصفة عامة. بحث سبل تجسيد قيم الاختلاف الواعي في المنظومة السياسية هي أبرز المحاور التي تطرقت إليها الندوة العلمية التي نظمتها جمعية منتدى الثقافة والحوار بالمروج. عبد المجيد الغندور، صابر القسمي. في ظل الاختلافات والتجاذبات السياسية التي أفرزتها الثورة التونسية، انتظمت اليوم بدار الثقافة بالمروج ندوة علمية بعنوان الثورة وثقافة الاختلاف لبحث سبل تحقيق قيم ثقافة الاختلاف الواعي، وقد حضرها ثلة من الجامعيين والمثقفين. أن نقحم الفكر والثقافة في مجال الحوار ومجال التداول حتى لا يتم إنجاز تعبير اغتصاب الثورة سياسيا، على الثقافة أن تدخل على الخط، على أهل العلم وعلى أهل الفكر أن يدخلوا على الخط ليبينوا وليحللوا وليفككوا هذا الوضع وليقدموا آراءهم وتوصياتهم للسياسي ولرجل الدولة. ومن جانبه شدد الدكتور الهادي غيلوفي على ضرورة الارتقاء بمستوى الخطاب سواء كان أعلاميا أو سياسيا، والسعي إلى تقديم وجهة النظر في إطار الاختلاف الراقي. بالفعل تخجل أن تكون تونس بعد الثورة تصل لهذا المستوى. هذه الحريات التي نظر من أجلها الحقوقيين والمناضلين لمدة 55 سنة اليوم نراها تنزل بالنخبة السياسية إلى الحضيض. وفيما يتعلق بالمشهد السياسي في تونس، فقد أقر الحضور على أن هذا المجال يشهد انتكاسة. المشهد السياسي في تونس ما زال يعني يبحث عن نفسه. الجدل اللي قام في إعادة تشكيل الحكومة تبين بأن الوعي السياسي هناك ارتكاسة وهناك انتكاسة الوعي السياسي في تونس. هذا وأجمع الحاضرون على ضرورة فتح آفاق الحوار الواعي دون إقصاء أي طرف. وفي موضوع آخر، شهدت مدينة القيروان تجربة علمية تتمثل في إطلاق بالون فضائي، وذلك في إطار احتفالات جمعية الشاهد بمشروع إطلاق المرصد الفلكي الشاهد محمد لوسط العياري. مراسلنا بالقيروان تيجاني بوديدح واكب هذا الموضوع وأعد التقرير التالي. التصوير لعادل نجاتي. شهدت الساحة الخلفية لجامع عقبة بن نافع بالقيروان تجربة علمية تتمثل في إطلاق بالون فضائي بالتعاون مع المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس، وذلك في إطار احتفالات جمعية الشاهد بمشروع إطلاق المرصد الفلكي الشاهد الذي ينوي الدكتور محمد الأوسط العياري الخبير والباحث التونسي بوكالة الفضاء الأمريكية نازا تركيزه بمدينة القيروان. القيروان أولا البيئة طيبة، الهواء الشايح لهنا، ثم أيضا ثم الأراضي منبسطة حسنا بمكان كيما هكا. ثانيا يعني القيروان كانت عاصمة الأغالبة في وقت من الأوقات ومصدر العلوم في المنطقة هذه بكل. منظومة الشاهد ستستغل لمتابعة رصد الهلال وتوثيق ذلك ولأغراض علمية على غرار قيس درجة الحرارة ودرجة التلوث وكشف حالات التصحر. الشاهد عنده عدة مكونات، منها كما قلت لكم الرصد هذه عن طريق البالونات، عن الرصد بهالمراصد المتنقلة، وعنا أيضا الرصد
بمراصد ثابتة. أيضا عندنا عمل تطور لكي نبعث بمرصد عن طريق الساتليت. إلى جولتنا العالمية، حيث أحال القضاء المصري 21 متهما في قضية مباراة بورسعيد إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. تأتي هذه الأحكام في وقت سقط فيه عدد من القتلى في اشتباكات دارت في بورسعيد بين الأهالي المدانين الذين حاولوا اقتحام السجن ورجال الشرطة فور الإعلان عن الحكم. تفاصيل هذا الخبر وبقية جولتنا العالمية في تقرير ريم زغدود بعبيدي. قتل 11 شخصا بينهم اثنان من الشرطة، وأصيب 170 على الأقل في اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومحتجين بمحيط سجن بورسعيد عقب صدور حكم محكمة الجنايات بإعدام 21 متهما في قضية مذبحة بورسعيد وإحالة أوراقهم للمفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل ضابط شرطة وأمين شرطة من الأمن المركزي بطلقات نارية وإصابة 50 على الأقل من أفراد قوات الأمن أثناء تصديهم لمحاولات اقتحام سجن بورسعيد العمومي لتهريب المتهمين الصادر بحقهم أحكام في القضية. قال مسؤولون أن جنود فرنسيون وماليون سيطروا اليوم على مطار غاو المعقل الإسلامي الذي يبعد 1200 كيلومتر شمال شرق باماكو، مضيفا أن هدفهم هو استعادة السيطرة على شمال مالي. وأضافوا أن القوات المالية والفرنسية تبسط هيمنتها على مطار غاو وجسري أوباري في غاو، وهذان الموقعان الاستراتيجيان هما تحت سيطرة القوات المالية والفرنسية. وكانت الطائرات الفرنسية قصفت مواقع المتمردين ومعسكرات تدريب لهم وبنى تحتية ومستودعات اللوجستية. قتل جنديان عراقيان واختطف 3 آخرون في 3 هجمات متفرقة استهدفت عناصر الجيش في أطراف مدينة الفلوجة التي شهدت مقتل 7 متظاهرين في اشتباكات مع الجيش أمس. وكانت السلطات قررت سحب قوات الجيش واستبدالها بقوات من الشرطة الاتحادية أثر الاشتباكات التي أوقعت 7 من المتظاهرين. هكذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الحكومة المؤقتة يعتزم عرض التشكيلة الحكومية الجديدة على المجلس التأسيسي. اعتصام السجناء السياسيين بالقصبة يدخل يومه 9. وفي أخبارنا العالمية، الحكم بالإعدام على 21 متهما في مأساة بورسعيد وسط سقوط عدد من القتلى. إلى أن نلقاكم في موعد إخباري متجدد، هذه أجمل تحيات قسم الأخبار بقناة حنبعل. تصبحون على خير.